السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر الخلاصة، معاكم محمد نور الدين. موعد مباراة القوة الجوية العراقي أمام نادي الطلبة العراقي اليوم الجمعة 9/7/2021 أو 9 يوليو 2021، مباراة في الجولة 36 من الدوري العراقي. وطبعا القوة الجوية هو بطل الدوري رسميا من الجولة السابقة. متابعينا الكرام، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم الساعة 5 مساء بتوقيت العراق، توقيت بغداد ومكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان، 5 مساء. المباراة معادها الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، ومعادها الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت جيرانية تشاو موريتانيا. بالنسبة للقناة الناقلة للمباراة قناة شباب سبورت أو شباب سبورت اتش دي، ومعلق المباراة علاء عبد الله، وتم نقل ملعب المباراة من ملعب الشعب الدولي الى ملعب الساحر احمد راضي، وذلك لان ملعب الشعب الدولي بيتعمل فيه اصلاحات صيانه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عملاق لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، لا تنسى توقع نتيجه المباراه وتشترك معنا في المسابقه الرياضيه. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.